من البحر الميت جنوبا إلى حدود بيسان شمالا، ومن نهر الأردن شرقا ولغاية السفوح الشرقية غربا، تمتد منطقة الأغوار الفلسطينية الشمالية والوسطى والجنوبية. إجراءات الاحتلال واستيطانه عزلت الأغوار وجعلت من الحياة فيها بمقومات كاملة أمرا صعب التطبيق، وفرض على من يسكنها العيش في ظل ظروف غير ملائمة تفتقد للخدمات الأساسية، وعلى رأسها التعليم وظروف العمل الملائمة، إلى جانب نقص المراكز الصحية والرعاية الأولية. للحديث أكثر دعونا نرحب بضيفينا من بيت لحم في هذه الحلقة الخاصة التي تتناول الأغوار الفلسطينية ومشكلاتها. نرحب بعطوفة محافظ أريحة والأغوار ماجد الفتياني. أهلا بك عطوفة المحافظ. وأيضا نرحب بالسيد رشيد صوافطة من حملة أنقذوا الأغوار. أهلا بك سيد رشيد. قبل أن أبدأ معكما ضيفي الكريمين، دعونا نذهب لمشاهدة ومتابعة هذه المسرحية التي أعدها مسرح عشتار حول ظروف المواطنين في الأغوار. مساء الخير، أهلا وسهلا بالجميع. جيناكم من مسرح عشتار عشان نقدم لكم مسرحية بعنوان محكمة. هاي المسرحية هي بأسلوب مسرح المنبر أو المسرح التفاعلي، لأنه أنتم كجمهور في لكم دور مهم في اللي عم بيصير على خشبة المسرح. المسرحية هي بتحكي عن المشاكل المطروحة أو المشاكل الموجودة في منطقة الأغوار. كتير مهم أنه نشوف المشاهد كتير كويسة. زي ما قلت لكم هي مقسومة لقسمين، القسم الأول رح نعرض لكم إياها زي ما هي، مش رح نغير فيها. في القسم الثاني راح يكون في لكم انتم كجمهور دور مهم تغيروا في ايجاد حلول لهي الشخصيات الموجوده. جاهزين؟ جاهزين. اوكي. استعرض. قصص عالي الأغوار، حكايات ومش أسرار، نرويها ونخليها حكاية وطن للأحرار. بدنا إرادة وبدنا قرار، بدنا ننهي الاستعمار. يا حضور ويا كرام، جيناكم من هذا الدار، معنا قصص عالي الأغوار، حكايات ومش أسرار. يلا تعالوا عالمكشوف، نعقد محكمة بلا خوف، نشوف الظالم والمظلوم ونعرف على مين اللوم. أنا القاضي محمد عيد، وحكم اليوم أتمنى أن يكون سديد، ولكن بدون مساعدتكم مش رح نقدر نغير بالتأكيد. شو عنا قضايا اليوم يا سادة؟ عنا قضايا كتير، همها كبير وجمهورها وفير. عنا الطالب والأستاذ، عنا الفصل والكتاب، الغني والفقير، الوالد والصغير، السمسار والمدير، المزارع واللي معطر تعتير، المحتال والغلبان، صاحب الأرض واللي بيساوم على العرض. إذا نادوا الجماعة وخلينا نشوف على مين الحق ومن مين الخوف. يا حضرة القاضي، أنا الطالب أيوب، وعن المدرسة كنت كل يوم أغيب، ولو سألتوني عن الأسباب عندي ملف مليان عتاب. أيوب، خلينا نشوف قضيتك. Thank you.
أيوب. صباح الخير يا مس. وين يا مسهل؟ رايح على الصف. ليش لهلا؟ تأخرت، راح علي الباص. ليش؟ أي ساعة بيجيك الباص؟ على 6:30، بس أنا ما لحقته. طيب وين أصرفها هاي أنا؟ يا مس مشيها اليوم، بدهاش صرف. ليش أمشيها؟ أنا كل يوم بدي أمشي لك إياها، مبارح واليوم وقبله بعدين معك. يا مس مبارح ما تأخرتش. إمبلا تأخرت، روح. يا مس إلي 1:30 بمشي تحت الحر. مش مشكلتي. دوامك بيبدا الساعة 8 وأنت مشرف لي الساعة 9، روح. ما عم بحكي لك إلي 1:30 بمشي تحت الحر. روح. يعني هذا آخر كلام عندك؟ آه. حتى تتعلم المرة الجاية تيجي بكير. بس يا مس نسيت أعاير المنبه. نسيت تاكل؟ لا ما نسيتش. نسيت تشرب؟ لا ما نسيتش. نسيت تملكع امبارح بالليل مع اصحابك؟ لا ما نسيتش. معناته روح. خلص يا مس، والله انا متاسف، بوعدك اكون اول الطلاب هون. طيب بس الك انذار حتى اهلك يعرفوا ايش عم بيصير معك. عصفك. شكرا يا مس. بسرعه. درس الرياضيات. سين ناقص 2 تساوي 0، زائد 2 للطرفين، سين تساوي 2. فاهمين؟ منكمل. صاد ناقص 3 تساوي 0، زائد 3 للطرفين، صاد تساوي 3. فاهمين؟ منيح. صباح الخير يا مس. وليش جاي متأخر حضرتك؟ يا مس تأخرت، راح علي الباص. نفس الحكي كل يوم، انصرف محلك. فاهمين؟ يا مس أنا مش فاهم. بالله؟ مش ضروري، بتنقل الدرس وبالبيت بتفهم. مش فاهم. شو حليت المسألة؟ مين اللي ببرم؟ جاي متأخر وبتبرم؟ برا. يا مس كنت بسأله عن المسألة. صحيح إنك غوراني. برا. برا برا برا، ما هو من الصبح برا. صرفة. أنتوا بتدرسوا الدرس كله من أوله لآخره. بكرة عندكم في امتحان كلياته. خلصت الحصة. بتدخن؟ برا. سيادة القاضي، قضية الطالب أيوب هي قضية العديد من طلاب الأغوار اللي بيواجهوا التعنيف النفسي والجسدي المتزايد واللي بيؤدي للتسرب من المدارس. سيادة القاضي، التربية تتبع سياسة الحزم والتوجيه مع الطالب، وفي حال وصلتنا أي شكوى تجاه أي هيئة تدريسية أو إدارة فنحن نتخذ إجراءاتنا المناسبة. سيادة القاضي، أي إجراءات هاي اللي ممكن تتخذها الإدارة بدون ما تتفهم مشاكل الطلاب؟ كمشكلة المواصلات مثلاً. على وزارة التربية والتعليم أن تقيم مدارس لطلاب التجمعات المهمشة بالأغوار. سيادة القاضي، التربية وفرت 13 مدرسة في منطقة الأغوار مع مواصلاتها، وعلى الطالب أن يلتزم في مواعيد هاي المواصلات، وهذا اللي منقدر نوفره في ظل الأزمة المالية اللي بتعاني منها السلطة الفلسطينية. سيادة القاضي، في بالأغوار أكثر من 15 تجمع ما في مدرسة، وهذا بيخدم أهداف الاحتلال بإخلاء المنطقة من سكانها. والمشكلة مش بس بنوعية التعليم، المشكلة كمان بعدد المدارس ونوعية التعليم. سيادة القاضي،
أكتفي بما قلته بخصوص هذا الملف. هل هذا كل ما لديكم حول قضية الطالب أيوب؟ سيادة القاضي، التعليم مش هو المشكلة الوحيدة في الأغوار. في قضية خطيرة ومهمة، واللي هي العمل بالمستعمرات الصهيونية. إذن لنرى القضية التالية. يلا يا محمد. المعلم اليهودي بشوفها مايلي اخصم من يوميتك. يا زلمه على شو تخصم من يوميتي؟ كل شوي بخصم من يوميتك بخصم من يوميتك، هذا كيف لو انك مش ماخذ نص يوميتي؟ بلاش تضحك ويا الرشقه. وانا لو لقيت شغل ثاني كان جيت عندك يا مقلعط. شو صار؟ سمعت طش السلاح ما سلاح. انا ما بعرف، انا كنت نايم. بدك تقنعني انك كنت نايم؟ صارت الطش الساعة 5. بحكي لك ما سمعتش اشي، كنت مروح تعبان ونايم. طيب ماشي كمل لي شغلك. ماشي يا معلم. اليوم مسخرة ولا عشانك متعلم ومعك شهادة تشوف حالك على الناس؟ خلي العلم ينفعك لما يجي المعلم اليهودي يشوف شغلك مش خالص. بدي استراحة. اجا موعد استراحتك؟ اي لا بس الدنيا نار. شو يا معفن اشغل لك مزقان فوق راسك؟ يلا خلص لي لسه قدامك 12 شهرة. انا مشالك هون بس كرمال ابوك. شو يعني محملني جميلة؟ هذا كيف لو انك مش انت اللي حكمته لابوي؟ ايوه حطه بظهري. طبعا انت المسؤول، وين اوراقه؟ وين تأمينه؟ وراك وانو التأمين هم اليهود بعت التأمين. ولك احمد ربك انك قطيت عملية ابوك. والله خير انت عم شر تلقى. يا محمد. يا محمد. ايوه مين؟ وينك خوي؟ هاي نهان. العافية خذها جبت لك الاكل. انا مش قلت لك ما بدي اياك تيجي علي هون؟ بعدين ليش انت اليوم مش بالمدرسة؟ روحونا بدري المس غايبة. تتخوف؟ لا. محمد هذا اخوك؟ اخوي. تعال. شو اسمك انت؟ ايوب. ايوب محمد اقعد افتح. قديش عمرك يا ايوب؟ 15 سنة. 15 سنة. بتحب المدرسة بتروح على المدرسة؟ بيني وبينك كنت بحبها بس مش زابطة معي. طب ليش بتروح بتكره؟ تعال اشتغل معي هون بتكسب مصاري وبتساعد اخوك. ما هو اخوي محمد ما برضى. محمد ما برضى. طب بشغلك معي جمعة وسبت. محمد محمد اخوي خليني اشتغل معك جمعة وسبت. شو جمعة وسبت؟ اسمع حط لي راسك في دراستك احسن لك وروح روح. ايوب نعم. شكلك ولد ذكي ونشيط وانا حبيتك وبدي اشغلك معي. يلا قدامي اخوي مشان الله خليني اشتغل معك جمعة وسبت. فيش شغل. وين يا معفن؟ تعال تروح على التبتة ونص لسه ضايل لك ساعة. شو ساعة؟ انا اليوم جيت قبل الموعد بنص ساعة. بدك تطلع اطلع بس راح اقسم عليك نهارك كله. شو يعني بتهدد؟ اسمع بدك تجيب لي مصرياتي وحقي كله ولا والله بخرب كل اللي عملته. خرب حبيبي والله خلي الجيش خرب وجهك كله. لا اخوي خلص مشان انا بروح. تعال يا ايوب تعال. محمد كمل لي شغلك. قل لي شو صار عندكم امبارح بالحاره؟
سمعت طوشة سلاح ما سلاح، بتعرف هم الشباب انت؟ هي صارت طوشة سلاح، انا شفتهم من الشباك بس ما عرفت مين هم الشباب بالضبط. اذا بتيجي بتشتغل عندي هون راح اعطيك 80 شيكل، راح اظبطك، هي اخوك محمد باخذ 60، بس انت لاني حبيتك راح اظبطك. عن جد 80؟ يلا قدام بدنا نروح. يا يابا مشان الله، مشان الله تقنع ايوب انه ما ينزل على المستوطنه. صحيح هالحكي يا ايوب؟ يابا صحيح، زي هالناس. يا يابا تطلع علي 15 سنه وانا في المستوطنات، ولما وقعت ما تعرفوش علي، وهيني مرمي في البيت لا تامين ولا صحه. يابا هاي اخوي محمد درس بالجامعه واخذ شهاده وهيو بيشتغل بالمستوطنات. يابا هاي البلد ما بزبط فيها غير الواسطات. اسمع ولا، أنا اضطريت أنزل على المستوطنة عشان أصرف عليك وعلمك أنت وخواتي، فاهم؟ شو بدك مني؟ أضيع كمان 3 سنين من عمري بالمدرسة على الفاضي؟ بعدين يابا السمسار وعدني بده يزبطني، بده يعطيني 80 شيكل. طبعاً بده يزبطه عشان يأخذ اللي بده إياه منه. أيوب هذا الزلمة خبيث، صار لي أشهر برن عليه عشان أوراقي وبكل ما هي لك شي عندي. بعدين يابا هي أخوك بيشتغل مش مكسر معك، بأمن أكلكم وشربكم. هو يابا إحنا بدنا نضل نفكر بالأكل والشرب، الناس بتركب جبات وإحنا بنروح على المدرسة ماشي. بعدين يابا أنا مفكر أشتغل وأحوش حتى أجيب سيارة بصير أخذك تتعالج. سيارة؟ والله يابا فكرة أخوك منيحة السيارة بالضبط. بس أنا يابا ممكن أحوش وأجيب السيارة. يا حبيبي يا دوب معاشك مكفينا أكل وشرب، بعدين كبرت وبدنا نجوزك. جيز اسمع، أنا ما بفكر بالزواج هسه نهائيا. طيب يابا خليني أشتغل جمعة وسبت بساعدك وبساعد البيت. بوعدك تشتغل جمعة وسبت بس اوعك من سير الناس وخليك في حالك، تراك صغير وبضحكوا عليك بسهولة. لا يابا مش واثق في، أنا بعجبك بس أنت جربني. إذا بدك إياه ينزل على المستوطنة أنا تارك لكم البيت. سيادة القاضي، بالنسبة لقضية الأب وفق المادة 2 من قانون العمل الفلسطيني فإن العمل حق لكل مواطن قادر عليه وعلى السلطة توفيره دون تمييز، وبذلك أطالب السلطة والمؤسسات والمستثمرين بإقامة مشاريع تنموية ذات استدامة بالأغوار. سيادة القاضي، حسب المادة رقم 10 من قانون العمل الفلسطيني على كل شخص قادر على العمل وراغب فيه أن يسجل اسمه في مكتب العمل، وهذا العامل لم يقم بالتسجيل، فكيف ستوفر له الوزارة العمل؟ سيادة القاضي، في بالأغوار أكثر من 10,000 عامل بيشتغلوا بالمستعمرات من بينهم 400 امرأة وطفل، هل كل هؤلاء لم يسجلوا؟ سيادة القاضي، هذا العامل اللي هو قضيتنا لم يقم بالتسجيل كما أنه خالف القانون، فحسب المرسوم الرئاسي للعام 2010 يحظر التعامل مع المستوطنات ويعاقب كل من يخالف هذا القانون. سيادة القاضي، هذا مرسوم مش منصوص عليه من المجلس التشريعي، إذن هو غير ملزم على الأرض. بعدين شو بخصوص السمسار لافي اللي تسبب بشلل الأب لما نقله لمستشفى فلسطيني مما نص المستوطن مسؤولياته بالعلاج؟ وكمان شغل الطالب أيوب البالغ من العمر 15 عاماً واستعمله لغايات الجوسسة. بإمكان الشرطة بالتعاون مع المحافظات ضبط السمسار، ولكن يا سيادة القاضي لم تردنا أي شكوى رسمية بحق السمسار.
هل استوفيتم المعلومات حول ملف المستوطنات؟ سيادة القاضي، الانتهاكات مستمرة في المستعمرات الصهيونية. واضح بأننا أمام قضايا خطيرة وحساسة، إذن لنؤجل بتف القضية إلى أن تكتمل الصورة. يلا يلا يا بنات. يلا يا عبلة. يا فتاح يا عليم، صبحت البومة بتنبر. خلصي. عفاف، شو رأيك يعني أجيب لك فرشة أنت كمان؟ يلا يلا خلصت. أنت مش بكفي جايتني بدل أمك، زبطي شغلك. يلا أبو كسكن. يلا على شورتك يا عفاف. دموع، امك ما حكت لك بس الحب الحمراء اعلم فيكي؟ طيب ماشي روقي. مع الجمعة يا عبلة. اي والله ايدي تورم، مش عارفة اشتغل، اقل ما فيها جيبي لنا كفوف. ليش وين كفوفك؟ خربن زمان. خربوا كفوفك. ماشي راح اجيب لك كفوف، بس راح اخصم من يوميتك. على صورتك يا عفاف. مش بحكي عشورتك يا عفاف؟ والله تعبانة، حاسة حالي رح أقلب، متحسسة شوي، خليني أرتاح. يلا يلا بلا حكي فاضي. عفاف إيش مالك؟ سلام. تعبانة كثير ودايخة، حاسة حالي رح أقلب، قلت لها أرتاحي شوي، كين. مش راضية. طب اسمعي، اقعدي ارتاحي وأنا بكمل شغلك. بتغطي عني؟ اقعدي اقعدي خلص. اسمعي، وين الحمام؟ ما في حمام هون، بس إذا بدك اعمليها وراي، أنا بغطي عليك. وراكي؟ كين. هي لا، هلا بيجي اليهودي وبشوفنا، ما بدي خلص. عفاف، سم اللي سمك، ممنوع تاكلي من البندورات، بدك توديني في داهية. ما انا قلت لك تعبانة كثير ودايخة، وخليني ارتاح شوي، متحسسة. وليش مش حاطة شماغك؟ شاطرة تحكي عندي حساسية؟ ما انا ما كان مالي اشي، لولا هالمبيدات اللي بترشوا لي اياها اللي خلت عندي هالحساسية. يلا. خليها ترتاح شوي، حرام عليكي. والله بخصم من يوميتك بدل اللي اكلته. لا. فطور. عبلة تعالي، بدي اياكي في موضوع. نعم. معاكي التلفون؟ معاي. اليهودي بده رقمك، بده يحكي معاكي. يي، وليش بده رقم اليهودي؟ ليش يحكي معاي؟ بلكن بده اياكي تنظفي له البيت. هو لحاله بالبيت ولا مرته معه؟ مالنا ومال مرته، صحصحي معاي. كيف مالنا ومال مرته؟ إذا لحاله بروحش. حدا بتجي نعمل عنده وبرفضها. نعمة شو؟ خبية، بكفي بدك تشتغلي بالفي، ومعاشك بده يزيد، افهمي علي. شو اللي أفهمه؟ يا مستورة روحي معه وخلصينا. لا بروحش. شكلك وحدة غبية بدك تضيعيني معاكي. اسمعي، إذا حدا بيعرف اللي صار يا ويلك مني، بتروحي بتكملي يومك، وبكره إذا بدكش ما تجيش.
يلا على الشغل. يلا يلا. يلا يلا روحي. تعالي تعالي اقعدي ارتاحي. ارتاحي يا نجاة. ساعديني اقعدي ارتاحي. ارتاحي يا عفاف. ارتاحي يا عفاف. انا جاية. تعالي يا عفاف تعالي معي. تعالي تعالي. تعالي حطها هون. تعالي استني هنا جاية. قومي يا عفاف نروح. قومي عفاف. وينو بخاخك؟ خلص مش ضايل منا اشي. شو بدنا نعمل؟ مش عارفة شو نعمل. اسمعي في عيادة قريبة من هون، تعي ناخدها عليها. انو عيادة؟ الساعة 12 هلا بيكونوا مروحين هدول. وليش ليكونوا مروحين؟ مش المفروض يضلوا الساعة 2 ونص الظهر؟ بيروحوا بكير من شغلهم، شو بعرفني؟ اسمعي ناخدها احنا على البيت خلاص. ولك طويلة، كيف بدنا نمشي كل هالمسافة؟ مش بعرفني شو بدنا نعمل يعني. عفاف طب ساعدينا، حاولي ساعدينا، امشي معنا. احكي لك؟ لا، اتصلي على الاسعاف الفلسطيني. طب مسكيها مسكيها منيح. وصيهم منيح وين احنا عشان يجي بسرعة. طيب ماشي. تحملي يا عفاف. سوري. الو مرحبا. احنا عند تجمع الحديدية ومعنا وحدة مش قادرة تتنفس، عندها أزمة. لا يا اخي بخاخة مش معها. طيب يسلموا، 10 دقايق بيكونوا هون بقول لي. خلص هسا بيجوا الاسعاف. تعي ناخذها لاول الشارع. طيب يلا يلا يا عفاف. يا خيت يا طيب مش مشكله هلا بيجي الاسعاف. يلا يا عفاف. حملي يا عفاف. حملي يا عفاف. ساعدينا يا عفاف. اسمعي رن على السمساره معها سياره وتيجي وتاخذها. رني عليها. رني رني بسرعه. بس بتقبلش هاي. لا ما بتقبل، بخاف. لا ما رح تقبل، خلص مستنى الاسعاف الفلسطيني. طب ساعديني ناخذها لاول الشارع. حاولي تتنفسي يا عفاف. تحملي هسا بيجي الاسعاف. انا تعبت. احكي لك اتصلي على الاسعاف الاسرائيلي بلكي اجوا اسرع. طب مسكيها مسكيها منيح. ساعديني يا عفاف. هسا بيجي الاسعاف. تحمل. يا اخي بتحكي عربي؟ طيب اسمع، احنا عند مستوطنة رعي ومعنا وحدة مش قادرة تتنفس، بتقدروا تجوا لنا؟ قال هدول بيجوش غير على حوادث السير بس. شو بدنا نعمل؟ مش بعرف. مستنى الاسعاف الفلسطيني هلا بيجي. اسمعي مدي اجريك مدي اجريك. خذي بس هويلها معي. شو بعرفني هيني عم بهويلها. عفاف اتحملي يا عفاف. عفاف سيادة القاضي. أه
من الواضح أن هنالك إهمال من جهة وزارة الصحة للمناطق المهمشة بالأغوار. حسب القانون الفلسطيني يجب توفير الخدمات الصحية لتكون متاحة لكل مواطن فلسطيني طوال الوقت. سيادة القاضي، إحنا دولة تحت احتلال، الإسعاف تم توقيفه على الحاجز ومنعه من الوصول للضحية. دولة تحت احتلال. يا سيادة القاضي، ليش مش موفرين مستشفى أو حتى مركز إسعاف أولي؟ سيادة القاضي، الصحة موفرة 6 عيادات صحية في منطقة الأغوار، كان بإمكان الضحية التوجه لوحدة من هاي العيادات. سيادة القاضي، كيف 6 عيادات صحية بدها تكفي 56,000 نسمة موجودة بالأغوار؟ وهالعيادات بتسكر الساعة 2:30 الظهر بأحسن حالاتها. شو مع المرضى اللي بيجوا بعد هذا الوقت؟ سيادة القاضي، أختم بقولي إنه إحنا دولة تحت احتلال وبنعاني من أزمة اقتصادية، كما أننا ملزمين باتفاقيات دولية. اللي منقدر نعمله من أجل الشعب الفلسطيني عم نعمله. إيش كان وضع الأغوار قبل ما إحنا ندخل عليها ونبني كل هاي المؤسسات الحكومية فيها؟ الأغوار كانت وحدة واحدة، ومع وصول السلطة صارت مقسمة لمناطق ألف وباء وجيم. وللأسف الجهات المسؤولة والسلطة صارت شماعتها الاحتلال والأزمة الاقتصادية. بعد أن سمعنا ورأينا القضايا المطروحة حول قضية التعليم والعمل بالمستوطنات والصحة، أحيل أنا قاضي هذه المحكمة القضايا المطروحة إلى الجمهور من أجل مناقشتها والبت فيها، ومن أجل إحقاق الحق ومحاكمة الظالم وإنصاف المظلومين. شكراً. هذا اللي حضرناه، شو رأيكم؟ هل هذا اللي انتو شفتوه موجود في مجتمعنا؟ العمل صار ملك لإلكم، انتو بتقدروا تغيروا. في عنا 3 ملفات انطرحت على المسرح. الملف الأول هو ملف التعليم. برأيكم ملف التعليم مين كانوا الشخصيات المقموعة في هذا الملف؟ الشخصيات اللي كانت قامعة. أيوب شفنا أيوب إنه هو الطالب المقموع، وبقية الطلاب. ممكن نعطي كمان دور إضافي لطالب من الطلاب إنه يرفض سياسة المعلمة في طريقة التدريس. تمام، بتحب تكوني محل طالب من الطلاب عشان نشوف إيش ممكن تغير. هل طالبة جديدة ولا طالبة مع من الطلاب اللي كانوا من الطلاب اللي كانوا موجودين. تمام، كثير منيح. هلا قوانين لعبتنا المسرحية، إحنا زي أي لعبة في إلها قوانين. قوانين لعبتنا المسرحية إنه أنا بقدر أطلع على خشبة المسرح أغير، أخذ محل شخصية وأحاول إني أغير. تطلع مع نسيم تساوي 2، فاهمين؟ يلا بنكمل. شو بتحكي؟ تك تك تك، انتبهي للشرح. بس مش فاهم، كل يوم سين ناقص 2 ونفترض، صاد ناقص 2 ونفترض، انا مش فاهم. يا حبيبتي هذا درس جديد. لا ما كمان الحصة الماضية انا ما كنت فاهم، وحتى الطلاب بسألي فاهمين ولا مش فاهمين؟ انا فاهم. ايوه انت فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم فاهم. هاي مفاهمين. شكلهم خايفين يحكي لك. ليه بعقنا؟ لا مش قصدي هيك، بس قصدي انهم انا سألتهم يعني مش خايفين، هم مش فاهمين بس خايفين يحكوا، بس انا يعني بدي احكي لك ان انا مش فاهم. طب وليش انت مش فاهمة؟ لانه صعب كتير. بتقدر تبسطي لي اياه؟ يلا سين ناقص 2، هيها سين ناقص 2 تساوي 0، بدنا نزيد 2 للطرفين، سين تساوي 2. فهمتي؟ خلص بدأ أفكر فيها في البيت أكثر من مرة. أيوة كلكم بتفكروا فيها بالبيت وبعدين بنكمل. أيوب هو ساكنين في تجمعات، تجمعات هاي ما فيها مدارس. وهم هدول الطلاب بيمشوا مسافة كتير بعيدة عشان يقدروا يوصل للباص، وهو باص واحد بيطلع صباحا
وبعديها خلص اللي لحق الباص هي وصل، ما لحقش مش راح يقدر يوصل مدرسته ولا يكون في الصف هذاك اليوم. اقتراح الأفضل إنه تكون التجمعات البدوية أو التجمعات السكانية فيها مدارس أو صفوف مشتلطة ومشتركة تعلم الأولاد في نفس الموقع. يعني بناء مدارس نعم في هاي التجمعات بالحد الأدنى بالحد الأدنى بناء مدارس في هاي التجمعات من أجل الوصول لها بشكل كتير مريح وسهل لطلاب المدارس. تمام، ننتقل للملف الثاني. ملفنا الثاني بيحكي عن العمل في المستوطنات. شو وصل لنا من هذا المشهد؟ شفنا كمان مش بس في سمسار، كان في سمسارة، والسمسارة كمان شفنا بالمشهد إنه حاولت تسقط عبلة، حاولت تسقطها. فبرأيك إيش ممكن، إيش في اقتراح ممكن يغير؟ هل شو لك كله على المسطرة؟ بدي أرتاح، تعبت شوي. شو تعبت؟ لساتك ما اشتغلتش؟ يلا. لا أنا بالصبح بشتغل. شو الصبح؟ هيك مجهز أنت؟ برتاح وبرجع أشتغل. هيك مجهز شغلك انت؟ بحكي لك برجع اشتغل. بيجي معلم اليهودي هسه رأسهم يوميتك، ركب الشغل كله. رح ارجع اشتغل بس خليني ارتاح شوي. كيش ترتاح؟ كيش تكمل شغلك روح. انا بدي ارتاح. كيش تكمل شغلك روح. طب روح عادي. اوكي ستوب. ايش في اقتراح ممكن كمان يساعد ايوب وكمان يساعد اخوه محمد؟ ايوب كل شو صار عندكم امبارح بالحارة؟ شو صار؟ سمعت صار طشت سلاح ما سلاح، بتعرفهم الشباب انت؟ لا ما بعرفش وما كنتش في الحارة. ولا وين كنت؟ كنت مع ابوي في مشوار. ايه بس كل الحارة بتعرف؟ يعني انت بتعرفش؟ لا بعرفش. متأكد انت ما بتعرف؟ بعرفش. حكوا انك انت اللي بتعرف. بس انت ليش بتسأل؟ هيك لاني بضل في الشغل اغلب وقتي وبعرفش ايش صار، سمعت صار طشت. لا بس بدك بس ارجع بسأل ابوي انه سألني المعلم. يعني انت بتعرف؟ لا بعرفش بس بسأل، بقول لأبوي إنه سألني المعلم وقال لي شو صار في الحارة وكل يوم بسأل عن هاي المعلومات وهم بقولوا لي شو؟ راح أقول لهم إنك أنت بتسألني واحد اثنين ثلاث. إيش إيش فيها مثلا؟ من أنا من الحارة نفسكم ما لكم من إياه. طيب وليش بتسأل؟ إيش؟ ما تتعرف إني أغلب وقتي بالشغل. أنا بعرفش بس أنا راح أقول لأبوي وأخوي الكبير إنك أنت بتسألني دائما وبتسأل العمال. عادي لا ماشي. بتسألهم وبتجيب لي أخبار ماشي. لا راح أقول لهم إنك أنت بتسألني وبدك تسمع اخبار وتعرف اخبار. مش اكيد لانه ابن البلد. انا هون المفروض كمشهد انه دور الاب يكون اقوى بكثير على اقوى بكثير رايه على تاثير ابنه الصغير، لانه كمان خاض تجربه انه ما في تامين واني انا سنين وايام بطالب في اوراق تامين وما حدا رد علي. فهون يعني مفروض نقطه يعني وقفه للتفكير من قبل الاب. فيك تكوني محل الاب عشان نشوف كيف ممكن يصير التغيير على أيوب. يابا شوف أيوب دائما بقول لي بدي أنزل على المستوطنات، امنعه ينزل على المستوطنة. والله يابا الشغل في المستوطنات حكي فاضي، ما انت شفت شو اللي صار اللي من وراء الشغل في المستوطنات. طيب يابا يعني أنو شغل اللي مش فاضي؟ يعني ما كل الحياة يعني بدها شغل. ما انت يابا شفتني، هل أنا أكبر تجربة عندك؟ يعني أنا الحين أنا مقعدة الحين والسنين وأيام بطالب في أوراقي ولي تأمين وهذا الشغل كله ياتو فاضي في فاضي. يعني الشغل مش فاضي انك تشد حيلك في دراستك، تفكر، تحط هدف بين عينيك، وهي اخوك الكبير ما شاء الله عنه مش مقصر. يابا ما هو فيش اشي بديل يعني اللي نشتغل فيه. بعدين بالنسبة للدراسة مش حاسة مش زابطة معي يعني. لا بتزبط بتزبط. بأخر مرات على المدرسة وفيش باص يوصلني وبظل المدير والمس يعني بطروني من الصف، ايش اعمل انا؟ بعدين هيني شايف يعني لو بدي اكمل دراسه. انا الشغل في المستوطنات هذا اخر فكرك يكون واخر همك. مزبوط. بكفيش اخوك صاحب شهاده وصاحب علم وراح نجر ورا المستوطنات. انت يا ابن ال15 سنه بدك تروح على المستوطنه؟ لو بلاكيش اشي اكله شغل في المستوطنات ما في. لو كنا محل البنت اللي بتحاول تقولها تعالي اعطيني رقم تلفونك عشان اعطيه لليهودي، فشو انتو شو موقفكم هون؟ إذا في حدا عنده موقف هون للتغيير، مين في عنده اقتراح؟ موضوع سقاط أو ابتزاز عبلة. هو يعني الشغل في المستوطنات، أنا كثير عندنا من الفلسطينية بيشتغلوا في المستوطنات وهذا إشي موجود وقائم. إحنا بنقول وكمان في عندنا شباب أو بنات كمان بنسجنوا وهذا كمان إشي موجود وقائم. فالتوعية مطلوبة، فإحنا نمنع الحدث إنه يصير صعب. إنه نكون بدنا نمنع إنه نشتغل في المستوطنات مرة واحدة صعب، ونمنع عن كل شبابنا وبناتنا كمان يتم اعتقالهم هذا صعب. فالتوعية المطلوبة من كل الجهات المسؤولة
سواء كان من الأسرة أو من المؤسسات. فتوعية أول شيء مطلوبة من الشخص نفسه والتصرف اللي تصرفت عبله هو سليم جدا، ولازم يتبع كمان خطوتين، تنقل هاي التجربة للأكبر منها سنا وتوصل المعلومة اللي ابتزتها فيها يعني السمسارة. يعني أنت المعلومة نقل المعلومة مهم. يعني أنت بتشوف إنه عبلة تصرفت صح، تصرفت صح بس في منقوصة أنها لازم توصل الرسالة لجهات، يا إما جهة مسؤولة يا إما للأهل يوصلوا هذه الفكرة، لأن السمسارة ممكن تكون تتعامل مع الإسرائيليين، فمجرد ما وصلت هاي الفكرة يمكن يوصلوا لها يوقفوا لها عند حدها. ونفيد غيرهم كمان في هاي المعلومة، إنه في حالة أنت انسجنت أو في حالة رحت على تشتغل في مستوطن أو في إسرائيل ما تنجر في أي ابتزاز، لأن كثير عندنا بيسحبوا تصريحهم وبقولوا لهم تعالوا قابلوا المخابرات الإسرائيلية، ما بنعرف شو بصير تحت الطاولة. فهاي لازم يكون في توعية عندنا مستمرة سواء للبنات أو الشباب. هلا إحنا لما نيجي نقول للبنت أو للشاب أو الطفل ما تروحش تشتغل في المستوطنات، ما هو الأمر الطبيعي إنه بيشتغل. يعني إحنا حتى نعطي اقتراح، الاقتراح لازم يكون ينسجم مع الواقع البيئي أو الجغرافي اللي احنا عايشين فيه، الواقع الثقافي اللي احنا عايشين فيه. هو الأصل نرجع للمدرسة، الأصل نرجع للبيئة التربوية، للبيئة التربوية، للعائلة، للعائلة. سواء كانت العائلة، طبعا العائلة بمستوى ثقافي متدني بالضرورة. يعني إيش ممكن هلأ إذا كان نرفع هو الزيارات الميدانية، الزيارات المكثفة ميدانية من فرق العمل، مين ممكن سواء المؤسسات الرعاية الاجتماعية أو التعليمية، بالضرورة هي اللي بترفع مستوانا الثقافي. إحنا بدناش نتقمص دور غير دورنا ولا موقع غير موقعنا. إحنا الأمر الطبيعي أنه يجب أن نكرس توجيهنا الثقافي وتوجيهنا التربوي والاجتماعي، وخاصة أنه في أسرة، في ثقافة الأسرة والمجتمع والعائلة اللي بتحمي. بناتنا اللي بيصل المستوطنات فيش لهم حماية وفيش لهم حاضنة. كيف ممكن نحميهم إذا فيش لهم حماية ولا لهم حاضنة؟ في المستوطنات الصعب، لأنه السمسار الوسيط ما بين الإسرائيلي ما بين المستوطن وما بين المجتمع المحلي، بالتالي هو مش معني أصلا بالثقافة ولا معني بتطويرها، بالعكس هو بده يهدم الثقافة حتى يستفيد ماليا، يستفيد في الموقع وفي التميز على الناس الآخرين. هذا شفناه يعني. نعم أنا اقتراحي والاقتراح الأفضل لهيك اللي هو فرق العمل التطوعية، وأنا طبعاً بالضرورة أشير للناس اللي نعم بيشتغلوا في هذا الميدان بالاحترام والتقدير، زي ما بيشتغلوا بالواقع الميداني في مسألة الزراعة، مسألة تطوير الحياة البيئية طبعاً والحياة الثقافية مهمة. في الإشي الأهم واللي هو مسؤولية الجهات الرسمية، تحديداً نقابات العمال اللي هي أساساً المفروض أن تكون مسؤولة عن كل العمال بحمايتهم، مراقبتهم، الحفاظ على تأميناتهم وأتعابهم وفرق الأجور. هذا موضوع مهم جدا، والموضوع اللي هو ممكن يكون استراتيجي حل نهائي للمشكلة، إنه وين دور وزارة الزراعة، وزارة المالية والمستثمرين الفلسطينيين اللي هم ممكن يكون يعني يقوموا بتأسيس مشاريع ذات استدامة. يعني بدناش نحلم أقل ما فيها تستوعب يعني جزء كبير أو نصف العمال اللي هم موجودين بهاي المستوطنات. كمان وزارة الزراعة ممكن يكون في عندها مشاريع زراعية اللي يرجعوا هذول المزارعين لأراضيهم ويشتغلوا بأراضيهم ونحميهم إحنا بأرضهم وتثبيت أرضهم كمان، مش بس إنه نحميهم من إنه يكونوا بالجانب الخطأ، بل إنه نثبت كمان أرضهم. وكمان في موضوع المؤسسات الدولية واللي هي للأسف أصبح جزء منها بتعامل مع الموساد ومع المخابرات الإسرائيلية لإسقاط الفلسطينيين، مش لحمايتهم أو إقامة مشاريع لهم، والمفروض إن هذه تكون هي حل وتساعد على حل هذه المشاكل الاستراتيجية، توفير العمل وبناء بنية تحتية أو تنمية هاي المواقع. ونتمنى أن هاي الرسالة تصل للجهات الرسمية بكل المواقع. نتأمل ومن ضمن صوتنا لصوتك، وإن شاء الله يا رب أنه نحاول نوصل للجهات الرسمية أنه نغير. وكمان زي ما حكى الأستاذ رشيد، أنه بمعنى أنه أصحاب رؤوس الأموال نحاول نوجههم لهذيك المنطقة عشان يقدروا كمان يصنعوا تغيير في المناطق هذه. كلمة أخيرة راح تختم فيها المخرجة العمل إيمان عون. إيمان تفضلي عندها. مساء الخير. مزبوط، احنا شفنا يعني بانوراما سريعة لبعض المشاكل اللي بيواجهوها شعبنا وبيواجهوها الفئات المختلفة، شبابية كانت أو أطفال أو نساء أو رجال في منطقة الأغوار، من خلال عمل
مسرحية محكمة حاولنا أنه ننقل بعض المشاكل الأساسية اللي إحنا شفناها معهم مع هاي المجموعة لجمهورنا العام، ومنتأمل بأنه صناع القرار وأنه الجمهور يبدأ يحس بأنه في دور لكل واحد فينا من أجل رفع هذا الضيم ومن أجل تغيير هذا الواقع، لأنه كل واحد فينا بفلسطين هو يجب أن يكون إنسان فاعل، يجب أن يكون إنسان ناشط، يجب أن يكون إنسان له دور. وشكرا لحضوركم بالتأكيد. شكرا شكرا. طيب مع هاي الكلمة شكرا كتير لكم، بس بحب قبل ما نغادر نحاول نتعرف على الممثلين. ممثلين تفضلوا الاسم ومن وين. تفضل. أيوب مسعيد من الجفتلك. مشاعل سبتا من الجفتلك. لافيا نوني من بردلة. رنا برقان من رام الله. سرين خضيري من طوباس. ساشا الأصبح من رام الله. محمد أبو هني من الجفتلك. عاطف صوافطة من بردلة. وجوكر عمل محمد عيد من القدس. أهلا وسهلا بالجميع. وبالنهاية كمان بحب أشكر تلفزيون معن على استضافته لإلنا، وشكرا كثير لكم. من جديد نرحب بضيوفنا الكرام من هنا من بيت لحم بعطوفة محافظ أريحة والأغوار ماجد الفتياني ومنسق حملة أنقذوا الأغوار السيد رشيد صوافطة. أبدأ معك عطوفة المحافظ، عندما نتحدث عن الأغوار الفلسطينية بلغة الأرقام أو التقسيمات سواء الإدارية أو الجغرافية أو الخصائص الطبيعية والخصائص يعني البيئية لهذه المنطقة، كيف تصف الأغوار الفلسطينية؟ أولا مساء الخير لك ولكل المستمعين والمتابعين لتلفزيون معن، وشكرا لكم مرة أخرى في هذا التلفزيون الوطني على تسليط الضوء على الأغوار الفلسطينية، لما لهذه المنطقة الحساسة في فلسطين من أهمية. للحديث عن الأغوار، الجميع يعلم أن الأغوار تمتد من حدود بيسان شمالا إلى منطقة عين جدي جنوبا، تتقاطع إداريا مع محافظات عدة منها طوباس ونابلس ورام الله والقدس وبيت لحم، والمحافظة الأكبر مساحة المطلة على الأغوار هي محافظة أريحة والأغوار. وفي ذهن المواطن الفلسطيني بشكل عام أن الأغوار الفلسطينية هي منطقة أريحة، وهذا من الأخطاء التي يجب أن نصوبها في عقلية الفلسطيني، حيث أن مساحة الأغوار الفلسطينية تشكل ما يعادل حوالي 30% من مساحة المحافظات الشمالية، وأريحة والأغوار تشكل حوالي 42 إلى 45% من مساحة الأغوار بشكل عام. جغرافيا الأغوار هي المناطق المنخفضة عن سطح البحر امتدادا من البحر الميت جنوبا، حيث الانخفاض يصل إلى حدود 470 مترا، إلى أن نصل شمالا ربما يصل إلى بضع عشرات من الأمتار انخفاضا عن سطح البحر. وأيضا الأغوار بين سلسلتين جبليتين الشرقية والغربية، وبالتالي مناخيا تعتبر المنطقة ذات مناخ حار معتدل نسبيا في فصل الشتاء. وأيضا من حيث توفر كميات الأمطار والمياه هي الأقل حظا في توفر كميات المياه والأمطار. وسكانيا بعد عام 1967 هي من المناطق الأكثر تضررا من هجرة السكان ونزوح السكان الفلسطينيين من هذه المنطقة إلى الأردن بسبب الحرب، حيث غادر الأغوار ما يقارب في ذلك الوقت 200 ألف مواطن فلسطيني باتجاه الأردن، حيث كانت تشكل خزانا بشريا. أولا كمخيمات لاجئين فلسطينيين، هناك 5 مخيمات، 3 معترف بها في منطقة مدينة أريحة، عقبة جبر وعين السلطان والنعمة، ومخيم في العوجة ومخيم في الجفتلك لم يكن معترف بهما من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، على الرغم من وجود الخدمات التعليمية والمدارس في ذلك الوقت، حيث ما زالت مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين موجودة في الجفتلك وفي العوجة. هذه المنطقة هي منطقة زراعية بامتياز وأيضا سياحية، كون مدينة أريحة أقدم مدينة في العالم 10,000 عام، وهي مدينة دينية أيضا، حيث تواجد بها سيدنا عيسى عليه السلام، ونحن نتفيأ أيضا ظلال مناسبتين مولد سيدنا عيسى عليه السلام وميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،
فكل عام وانتم وشعبنا ايضا بخير بهذه المناسبه. وانت بخير. عطوفة المحافظ هذا الشق الخاص ب يعني جغرافية وسكان وتاريخ هذه المنطقة. سيد رشيد، عندما نتحدث عن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي وكيف أثرت على هذه المنطقة وكيف عزلتها، كيف تصف هذه الإجراءات؟ يعني إسرائيل مباشرة بعد سنة 1967 كانت تستهدف الأغوار بشكل أكبر من باقي مناطق الضفة الغربية، فبداية هي سيطرت ونهبت شريان الحياة وهو المياه، حيث أنها عزلت نهر الأردن وتمنع الآن من الاستفادة من هذه المياه وحولتها إلى الجانب الإسرائيلي لمناطق النقب ومناطق أخرى، وبنأت السياج المعروف بالسياج الحدودي الأمني الذي تمنع كمان الفلسطينيين المزارعين من استخدام أراضيهم على هذا السياج إذا كانت تحت السياج أو فوق السياج على مسافة 15 كيلو متر. كما أنها بدأت منذ 12 عام بالاستفادة من هذه الأراضي لتعطيها للمستوطنين أو المستعمرين الإسرائيليين الشباب لبدء مشاريع جديدة إذا كان منها زراعية أو مشاريع كمان بناء بعض المصانع. هذا على الشق الحدودي وعلى شق المياه. كما أنها بعد اتفاقية أوسلو تم تقسيم الأغوار لعدة مسميات منها ألف وباء وسي، ونحكي عن مسافة 95% من الأغوار هي مساحة تحت السيطرة الإسرائيلية، مساحة صنفت بسي، وفقط 5% هي المساحة ألف وباء. ماذا عن حجم الاستيطان في هذه المساحات؟ اليوم احنا بنحكي عن 37 مستوطنة، وتم الإعلان قريبا عن بناء مستوطنة جديدة أو مباشرة العمل على بناء مستوطنة جديدة بالأغوار الشمالية، وكمان وضعت 5 حواجز عسكرية من الشمال حتى الجنوب لتفصل الأغوار عن باقي محافظات الضفة. والأغوار يعني واحد من أهم القضايا هي كمان كانت السلة الغذائية لفلسطين، لحد سنة 1970 كان المواطنون الفلسطينيين من الأغوار يصدرون جزء من هذه المنتجات على الدول العربية، ولكن اليوم للأسف يعني عدد السكان لا يزيد عن 56,000 نسمة، كان بالسابق أكثر من 300,000 نسمة. كمان القطاع الزراعي هو مستهدف بسبب قلة أو حرمان الفلسطينيين من المياه من الجانب الإسرائيلي، وكمان عدم وجود رؤية مشتركة تكاملية ما بين الجهات الرسمية السلطة الوطنية الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية والمؤسسات الدولية من أجل، والمستثمرين الفلسطينيين أيضا يجب أن يكون لهم دورا مهما في هذا القطاع من أجل الاستثمار. إذا كان الاستثمار التعليمي يجب أن يكون هناك تعليم بديل من أجل الحفاظ على أبناء والطلاب اللي بتسربوا من المدارس لأسباب عديدة، ومن هون إحنا ممكن نستثمر فيهم في مناطق ألف أو مناطق باء، ولكن بشرط أنه يكون مشروع خاص لهؤلاء الناس اللي هم بيسكنوا بالأغوار. وكمان على المجال الاقتصادي يجب أن يكون هناك مشاريع ذات استدامة تحديدا لتضمن عمل لعشرة آلاف فلسطيني هم اليوم بيشتغلوا في مستوطنات الأغوار، وهذا موضوع حساس جدا حيث أنه نعم يعني بشكل عام يمكن القول بأن الإجراءات الإسرائيلية، إجراءات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الأغوار فرضت عدة إشكاليات على المواطنين الفلسطينيين. يعني هذه الإشكاليات سنطرح بعضها خلال نقاشنا في هذه الحلقة. يعني أسألك هنا عطوفة المحافظ، حسب ما جاء في هذه المسرحية التي شاهدناها لمسرح عشتار تحدثت عن تقريبا 3 إشكاليات أبرزها المدارس والتنقل الطلبة إلى هذه المدارس، الصعوبات التي يواجهونها في ظل عدم وجود مواصلات ورداءة الطرق، أيضا الحديث عن عمال المستوطنات وكيف يتم استغلالهم، وأيضا نقص المراكز الصحية ومراكز الرعاية الأولية. هل تتفق بأن الأغوار بشكل عام تفتقد لهذه الخدمات التي يعني هي من مقومات العيش الكريم لأي مواطن في العالم؟ لا قطعا لا أتفق، لأنه الجهد المبذول على الأرض أكبر بكثير من أن ننفي أن هناك إنجازات كبيرة تحققت منذ عام 1994. يعني أولا لا يوجد تجمع بمعنى تجمع سكاني بعيدا، لنفصل بين التجمعات ومفهوم التجمعات، هناك تجمعات بدوية رعوية متنقلة
نسبة ثباتها في الموقع لا تزيد عن 3 إلى 4 شهور، وهناك تجمعات لها جسم بمعنى مجلس محلي أو قرية أو عدد سكان ثابت في المكان. كل التجمعات السكانية الثابتة في مواقعها لديها مدارس. على سبيل المثال أنا ربما أتحدث عن كل الأغوار لأني مطل، لا توجد قرية أو تجمع لا يوجد به مدرسة أو مدرستين. مرج نعجة، كردل وبردري فيها مدارس، ومنها مدارس جديدة أضيفت في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية. مرج نعجة فيها مدرسة ثانوية، أزبيدات هناك مدرستين ثانويات. مرج الغزال فيها مدرسة ابتدائية، وعدد سكان القرية 264 مواطن وبها مدرسة ابتدائية. بالنسبة للمراكز الصحية، في كل قرية هناك مركز صحي، عيادة صحية، نميز بين المركز وبين العيادة الصحية. ولكن كثير من العيادات فيها أيضا مختبرات طبية، هناك عيادات طبية متنقلة للتجمعات التي تتحدث عنها. هذه العيادات المتنقلة تصل إلى هذه. الطلاب من التجمعات المحرومة من وجود المدارس، نفترض هناك تجمع من 50 نفر، هناك وسائط نقل تعمل على حساب وزارة التربية والتعليم. تنقل هؤلاء الطلاب صباحا إلى أقرب مدرسة، لنفترض معرجات، ينقلوا من المعرجات باتجاه العوجة أو مدرسة بدوي الكعابنة. هذه المدرسة التي تخدم 54 طالب فقط من الصف الأول إلى الصف التاسع. بمعنى هناك إمكانيات وضعت، هناك مدارس وجدت. نحن أضفنا في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية إلى مدارس محافظة أريحة فقط 325 غرفة صفية جديدة. إذا أردت أن تعقد مقارنة، على سبيل المثال في العام 94 كان يذهب إلى الجماعات الفلسطينية من طلبة أبناء المحافظة لا يزيد عن 10 إلى 15 طالب للجامعات. اليوم على مقاعد الدراسة في الجامعات الفلسطينية والخارج ما مجموع 4500 طالب وطالب. هذا وحده مؤشر يمكن قراءته بشكل جيد. هناك جامعة القدس لها مركز في مدينة أريحة، وجامعة الاستقلال أيضا لها مركز. أتفق أنا ورشيد أنه يجب، وكما اتفقنا مع رئيس الحكومة عندما كان يزور أريحة، على أن يكون هناك تعليما تقنيا، وأن تتوقف الجامعات الفلسطينية من ضخ هذه الأعداد المهولة من الخريجين في بعض التخصصات والتي ترفع نسبة البطالة. البطالة الموجودة في السوق هي ليست بطالة عمالة unskilled labor غير تقنيين، هي عمالة حملت شهادات. وبالتالي كان هناك اجتماع أيضا مع دولة رئيس الوزراء ورؤساء الجامعات الفلسطينية للبحث في هذا الشق وهو حملت الشهادات. أيضا أتفق مع زميلي أن هناك إجراءات إسرائيلية تمنع التنمية المستدامة. نعم، هذه هي النقطة عطوفة المحافظة سنعود لها، ولكن لنبقى في موضوع التعليم. سيد رشيد، حسب ما قال عطوفة المحافظ فإنه يعني محافظة أريحة في ظل الجهد الحكومي المبذول يعني مشاكل التعليم ربما انحصرت نوعا ما، وبات معظم التجمعات الثابتة حسب تحديد عطوفة المحافظ لديها المدارس التي تخدم طلبتها. في المسرحية دار الحديث عن نحو 15 تجمعا سكانيا يعني لا توجد بها مدارس. هل تتفق مع ما قاله المحافظ؟ نعم، أنا أتفق، وأنا سعيد جدا من ساهم يعني بشكل طالع ساهموا يعني حملة أنقذوا الأغوار، ساهموا ببناء مدرسة موازية لمدرسة موجودة في قرية فصائل، أولا مناكفة في هذا الاحتلال لأن لنا حق أن نتعلم، وأيضا للتسهيل على بالتأكيد يعني جميعنا نصب في إطار مقاومة ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي، ولكن نحن نتحدث عن يعني حالة من شأنها أن تخدم بالتأكيد هذه المنطقة بشكل عام. يعني نحن من بداية عملنا في حملة الحق بالتعليم تحديدا كان هناك نقاط قوة ومواقف إيجابية من محافظة أريحة ومن العديد من المحافظين الذين سبقوا أخونا أبو العبد، كمان نحن يعني بكل تأكيد نكون لهم كل الاحترام والتقدير. يعني مدرسة عرب الكعابني تمت بالتنسيق ما بين محافظة أريحة وحملة أنقذ الأغوار ومدرسة فصائل، وكمان عرب الجهالين اللي هي بين القدس وأريحة.
ولكن هناك مشاكل عديدة ما زالت لها علاقة بالتعليم، تحديدا من الأغوار الشمالية. يعني الأغوار الشمالية نحن نحكي عن خربة حمصة والحديدية ومكحول وصمرة وعين الحلوة والمالح والفارسية والحمي، أكثر من 10 تجمعات هي ترهق وزارة التربية والتعليم، بحيث يتم نقل الطلاب من هذه التجمعات إلى طوباس والتي تبتعد حوالي 20 كيلو متر، وبتكلف سنويا مش أقل من 100 إلى 200 ألف شيكل ما بين أجرة الشوفيرية والبنزين وهي القضايا. ولكن نحن الهدف ليس فقط هو الحق بالتعليم، الحق بالتعليم نعم، وكمان حماية هذه الأراضي وهذه التجمعات من خلال فرض أمر واقع في هذه القرى وهذه التجمعات لبناء مدارس، وكمان هذه المدارس هي بتكون بيئة أكثر تناسبا مع للأطفال، لأنهم هم ما بحسوا حالهم أنهم بنتقلوا من بيئة إلى بيئة مختلفة. يعني أنت تقول بأن هذه المدارس في حال تم إيجادها ستسهل على الحكومة الفلسطينية مجمل التكاليف التي تدفعها سنويا على المواصلات، وأيضا ستخلق بيئة طلابية أفضل لخدمة هؤلاء الطلاب. أكيد نعم، وهي كمان هي هذا شكل من أشكال المقاومة من أجل الحفاظ أو دعم صمود الناس على البقاء في نفس الأراضي، وهذا هو الذي نحن نطمح له. وكمان إذا بدنا نحكي عن نوعية التعليم، للأسف يعني إحنا لاحظنا بالعديد، يعني ليس بالشمال أو الوسط، بكل الأغوار هناك عنف نفسي بسبب التأخير، وهذا بالعادي بيكون يعني بسبب الحواجز أو تأخير الطالب، وبسبب أنه كمان ما في مواصلات حقيقية، اللي هو موجود فقط باصات إلها وقت محدد. هلأ إذا الطالب ما لحق يصل لهذا الباص فهو راح عليه اليوم التعليمي، وإذا رجع أو فبكون كمان نوع التعليم، يعني يجب أن يكون هناك لهاي المناطق كمان أكثر تركيز واهتمام بنوع التعليم، وكمان بالتساهل مع الطلاب وفهم مشاكل الطلاب اللي هم بيصحوا الساعة 5 الصبح أو 5:30 الصبح، يعني بالشتوية بتكون عتمة وما في كهرباء عندهم، بشان أنه هو يجهز حاله ويمشي 3 كيلو ويوقف على الشارع ليصلوا الباص. فهذه المواضيع للأسف في المدارس أو اللجنة التعليمية والأساتذة ما يعني بتعاملوا معها بحساسية حسب حساسية المكان والمواقع. عطف المحافظ، ما تحدث به يا سيد رشيد، ما هي المعيقات أمام إنشاء مدارس في هذه المناطق؟ هل هي متعلقة فقط بالمعيقات المادية والاقتصادية أم الشق المتعلق أيضا بالاحتلال الإسرائيلي؟ يعني إذا سمحت لي، يعني في بداية هذا العام الدراسي بصحبة الدكتور صبري صيدم افتتحنا مدرسة في أحد التجمعات البدوية في عرب أبو نوار في منطقة إيوان المهددة بالترحيل، فقط من صفين، صف أول وصف ثاني. الهدف ليس فقط يعني سلخ هؤلاء الطلاب عن المدرسة التي يدرسون بها رغم أنها لا تبعد كثيرا ويمكن أن أسلوا مشيا إلى الأقدام رغم بعض المخاطرة في قطع الشارع، ولكن هو تثبيت الناس. رشيد يتحدث عن تثبيت المواطن الفلسطيني في أرضه. الإشكاليات تبرز أين؟ هناك تجمعات مثلا من 10 عائلات في مكان لا ترتقي إلى مستوى فتح غرفتين أو 3 غرف صفية، بمعنى ربما طالبين أو 3 أو 4 أو 5. وبالتالي يعني أنت ترهق وزارة التربية والتعليم من حيث المراكز التعليمية ومن حيث كلفة هذه تسمى مدرسة، بدها إدارة وبدها مدرسين وبدها وبدها وبدها. يعني نحن نتفق أن هناك مثلا في المالح على سبيل المثال يوجد مدرسة في المالح أعتقد أو من طوباس على المالح، يعني هناك عدد من القرى تحت تجمع في خلال وزارة الحكم المحلي في المالح. لابد من تحدي الظروف وإقامة مدرسة في هذه المنطقة، أتفق ربما أقرب من قطع حاجز التيسير والوصول إلى، ولكن مشكلة هذه التجمعات في قلة الطلاب يعني المتواجدين في العين المكان، يعني تريد أن تجمع 5-6-7 تجمعات في مدرسة. سيد رشيد، هؤلاء الطلاب الذين يتحدث عنهم عطوفة المحافظ بأعداد قليلة، هل يتلقون الدعم الكافي للوصول إلى مدارسهم حتى لو كانوا يضطرون إلى قطع مسافات طويلة؟ كمواصلات تم توفير مواصلات من قبل التربية والتعليم، بس إحنا بنحكي عن لا يقل عن 70-80% طالب من حاجز الحمراء حتى منطقة بردلة وعين البيضة، هذه التجمعات موجودة بهذا المكان، ونحكي عن لا يقل عن 10 تجمعات، ويوجد نسبة
تقريبا 100 طالب. وكمان هو كيف انه احنا نغرس ثقافة التحدي في هذه التجمعات وبروح هؤلاء الأطفال، وكيف انه يكون عندنا رؤية مشتركة نحن كلجان شعبية كمؤسسات مدنية ومؤسسات كمان دولية بخلق أمر واقع جديد لتثبيت مدرسة ومدرستين وعيادي هنا وعيادي في مكان آخر. ما مطلوب حتى لتحقيق ذلك؟ يعني ما هي الجهود المطلوبة وما هي أو من هي الجهات التي عليها أن تدفع بهذا الاتجاه؟ يعني نحن نأمل دائما بأن تكون المحافظات ووزارة التربية والتعليم، يعني كل جهة حسب اختصاصها هي مظلي وراعي، وهي الذي لو حتى لم يتم المبادرة من قبلهم كمان، بس إنه يعني إحنا حاولنا خلال سنتين آخر سنتين بتثبيت مدرسة، ولكن للأسف تم هدمها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ولكن ما كان في استجابة حقيقية من عطوفة محافظة طوباس والأغوار الشمالية، ولكن نتأمل في المراحل القادمة أن يكون في هناك رعاية حقيقية من أجل التعاون المشترك من أجل توفير قطعة أرض جرفانات وبناء مدرسة. وهذه العملية يعني نحن كلجان شعبية ومؤسسات نستطيع أن نوفر الأرض ونستطيع أن نوفر الكرفانات، ولكن هو فقط أن يكون في موافقة حقيقية من قبل وزارة التعليم التربية والتعليم ومحافظة السلطة الوطنية. نعم. يعني إضافة صغيرة، يعني المجتمع المحلي مع احترامنا يعني لكل أبناء تجمعاتنا، يجب أن يكون هناك توافق أيضا محلي في التجمعات الموجودة على عنوان. نعم. أين يمكن أن تكون مدرسة في منطقة وسيطة؟ على الرغم زي ما حكى أخوي رشيد هناك يمكن 70-75-80 ربما يصل إلى 100 ولا يصل إلى 100 طالب في 10 تجمعات، بمعنى لا تستطيع فتح غرفة صفية في كل تجمع. نعم. وبالتالي يجب عمل مجمع في مكان ما، نقطة وسيطة لهذه المدارس حتى تستطيع أن تعلن عن إنشاء مدرسة، لأنه هناك من هو بالصف السادس، هناك من هو بالسابع، هناك من هو بالتاسع، هناك من هو بالعاشر، ربما طالب أو طالبين. لا تستطيع، يعني أنا عندي مدرسة وربما تستغرب فيها بنت واحدة في الصف التاسع، فتحت الصف التاسع في هذه المدرسة تحديا من شان البنت ما تتسرب. وبالتالي الحكومة وفلسفة وزارة التربية والتعليم هي أن تصل المدرسة للتجمع. نعم. لا أن يذهب التجمع كله باتجاه المدرسة، وهذا ما وعد به. وهذا المطلوب هو الآن يعني التوافق المحلي على نقطة التقاء. نعم. ربما رشيد يقود تجمع يريد هذه المدرسة في تجمع، فلان يقود تجمع يريد هذه، يعني نريد أن نتوافق. وهناك أراضي لا يمكن أن يحتج عليها، يعني حسب معرفتي أنا بتفصيلة الأغوار هناك أراضي مملوكة لنفترض للكنيسة في منطقة المالح. صحيح. يمكن استئذان الكنيسة أو يمكن استئجار من الكنيسة لبناء مدرسة. لا يستطيع الإسرائيلي أن يأتي ويقول هذه أراضي خزينة الدولة أنت تعتدي عليها وإلى آخره. يعني يمكن أن نبتدع حلولا، أن ننتج أفكارا لتحدي هذا الاحتلال ولخدمة هذا المواطن، ولكن يجب أن نوفر الظروف المناسبة. نعم. للتعاطي. السلطة وأنا أقول ومسؤول جاهزة للنقل، لتقديم الخدمات، لتقديم الرعاية، إما بالعيادات المتنقلة أو بالعيادات الثابتة. نعم. ونحن نصل حتى في بعض الحالات أبعد من حدود محافظة أريحة في العيادات المتنقلة. نعم. ولكن مشكلتنا في التجمع سكني ربما 10 عائلات، ولكن أطفالهم بتلاقي طفلين أو 3 وصلوا بسن المدرسة. نعم. هذه معضلة، لا تستطيع بناء مدرسة لنفرين أو 3 لطالبين أو 3. يجب أن نأتي إلى النقطة الوسيطة. نعم. حتى نستطيع أن نواجه. نعم. هذه المشاكل وهو حق طبعا، ولكن في ظل عجزنا عن توفير هذا الحق في ظل الظروف التي نتحدث عنها استحدثنا البديل وهو نقل الطالب للمدرسة. نعم. نقل الطالب للمدرسة. نعم. لننتقل إلى الموضوع الآخر. سيد رشيد، تحدثت عن 10,000 عامل من منطقة الأغوار يعملون في المستوطنات، وأيضا حسب الأرقام نحو 400 منهم على ما أعتقد هم من النساء والأطفال. لو تصف لنا الظروف التي يعانيها هؤلاء العمال داخل عملهم في المستوطنات. بداية هم 10,000 من الأغوار وشفا الأغوار، منطقة طوباس ونابلس ومحافظة أريحة. جزء منهم كبير بيضطر أنه ينزل على الشغل الساعة 3 أو 4 الصبح من أجل قطع الحواجز، تحديدا حاجز على الحمراء.
بالعادة أو بداية ما بطبق عليهم قانون العمل الإسرائيلي الذي يضمن لهم مثلا على الساعة 25 شيكل يوميا. إحنا كعمال فلسطين للأسف بيعطوهم 10 شيكل من 10 إلى 15 شيكل، واللي بيساعد للأسف بهذا الدور كمان هو الوسيط الفلسطيني الذي يسمى بالسمسار، لأنه هو بأخذ كمان جزء من أجرة العامل له، وبأغلب الأحيان هم بيعطوهم العمل الخطير، تحديدا وضعهم على الأشجار النخيل التي ترتفع 7 إلى 8 متر في بعض الأحيان، وتركهم لساعات عديدة تحت أشعة الشمس ومن غير مياه، وكمان المواد الرش اللي هي مواد كيماوية في بعض الأحيان بتكون من غير أي حماية مهنية مثل كمامة أو إصبع عنياط أو كفوف لليد، وللأسف في بعض الأحيان بتم الضغط عليهم من أجل التعامل مع المخابرات الإسرائيلية أو مخابرات العدو من أجل الحصول على معلومات لها علاقة في القرى أو في النشطاء أو الفلسطينيين بشكل عام، فيتم إسقاطهم. وهنا موضوع حساس جدا للأسف، وكمان بنحكي إحنا عن 400 طفل وامرأة. نعم. هذا حسب قوانين العمل الأطفال ممنوع أنه يأخذوا أو يكونوا في هذا العمل. كمان ما في لهم أي تأمين، إذا كان تأمين عملي أو تأمين صحة ما في أي أتعاب بعد فترة الخدمة إذا كانت سنوات عديدة تحديدا. وللأسف هنا يعني إحنا بنفتكر لدور النقابات، المفروض أنها تكون هي نقابات وطنية من أجل حماية هؤلاء العمال وحماية حقوقهم وتعريفهم بالقوانين، قوانين العمل إذا كانت قوانين السلطة أو قوانين. نعم سيد رشيد، يعني اسمح لي أنتقل لعطوفة المحافظ، يعني هؤلاء العمال اضطروا إلى الذهاب إلى المستوطنات والعمل في ظل هذه الظروف، لأن الحاجة بالتأكيد هي من دفعتهم لهذا العمل. أين هي أريحة من المشاريع، مشاريع التنمية المستدامة، ونحن نتحدث عن محافظة تحتوي مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وهي أيضا مدينة سياحية، وإذا ما تحدثنا عن الأغوار بشكل عام فهي تشكل مساحات خصبة وقابلة للزراعة ولإنشاء هذه المشاريع التي نتحدث عنها. يعني بداية أريد أن أعلق قليلا على ما قاله أخي رشيد، يعني النقابات، ولست محاميا عن النقابات العمالية الفلسطينية، ولكن هناك العديد من القضايا العمالية التي تابعتها النقابات الفلسطينية من خلال محامين متخصصين لقضايا عمالية يعملوا في المستوطنات أو ظلموا أو تم أكل حقوقهم العمالية، تابعتها واستطاعت النقابات أن تسترجع هذه الحقوق لكثير وعديد من العمال، ولكن في أغلب الأحيان العمال يقبلوا بالأمر الواقع ولا يتابعوا قضاياهم العمالية ولا حتى قضاياهم الصحية، إصابات العمل حيث يصاب ويترك أو يذهب إلى المستشفيات الفلسطينية ويعالج في المستشفيات الفلسطينية. مشكلة العمالة في المستوطنات هي ليست جديدة، يعني ليست وليدة عصر السلطة الوطنية الفلسطينية. الجميع يعرف أن الاستيطان موجود في فلسطين قبل قدوم السلطة، وإن زادت وتيرة الاستيطان خلال وجود السلطة، وإن زادت إجراءات الاستيطان وإجراءات الإسرائيلية تعقيدا وقمعا في رسائل موجهة لسقف توقعات الشعب الفلسطيني. أريحة، هناك العديد من المشاريع التي قامت، ولكن كما يعلم الجميع أن 64% من مساحة الوطن الفلسطيني هي مناطق سي، بمعنى لا حرية لا للاستثمار ولا للسيطرة ولا لاستخدام هذه الأراضي، ومعظم الموارد الطبيعية والمصادر الطبيعية الفلسطينية هي متواجدة في مناطق سي، بمعنى مصادر المياه، الحوض المائي، حتى ما يتوفر بين أيدينا من آبار ارتوازية وهي قليلة مقارنة بما كان موجود في العام 67 بالإضافة إلى نهر الأردن، لا تفي بتوسيع الرقعة الزراعية نظرا لشح المياه. يعني تحدث عن 37 مستوطنة يسكنها 6000 مستوطن إسرائيلي، هؤلاء 6000 مستوطن يستهلكون سنويا 45 متر مكعب من المياه، بينما كل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة غير مسموح له إلا استهلاك 115 مليون متر مكعب، بمعنى 6000 مستوطن يستهلكوا تقريبا 50% من كميات المياه المخصصة لكل الشعب الفلسطيني. حتى استخدام المياه المعالجة
من محطة البيري أو أي محطة أخرى، الإسرائيليين يضعوا العراقيل لتوفير بعض المياه لزيادة الرقعة الزراعية، ولكن ومع ذلك هناك مساحات واسعة منذ العام 94 حتى الآن زرعت بالنخيل الفلسطيني، هذا النخيل الذي أصبح ينافس المنتوج الإسرائيلي رغم أننا لم نصل إلى ربع مليون شجرة، بينما الإسرائيليين تجاوزوا المليون وربع مليون شجرة نخيل مجول في الأغوار، إلا أن إنتاجنا السنوي أصبح ينافس الإسرائيلي، وأصبح لنا أسباب لنعلن ونسعى لمقاطعة البضائع الإسرائيلية وخاصة المنتج في الأغوار في الأسواق الأوروبية، ونجحنا بذلك. هناك مشاريع سياحية، ولكن كما تحدثنا نحن لا نسيطر لا على المعابر ولا على الحدود، ولا نتحكم بالسياسة السياحية كما نريد ببرامجنا الفلسطينية، من يتحكم هو الوسيط الإسرائيلي. يعني اسمح لي عطوفة المحافظ سيد رشيد، يعني في ظل ما يتوفر للفلسطيني من سيطرة على الأرض أو على موارده الطبيعية، هل هنالك دور أكبر مطلوب من الجهات الرسمية للحد من ظاهرة العمالة في المستوطنات واستغلال العمال بهذه الطريقة؟ نحن نطمح على المستوى القريب أن يكون في أولا نقابات تتابع بشكل كامل كل قضايا العمالية وتنظيم العمال بحيث أن يكون أجور عمل ثابتة حسب ما القوانين العمل، وكمان توفير تأمينات، وكمان توفير الاسترداد المالي الذي ما بعد فترة العمل. وعلى المدى البعيد أو المدى الاستراتيجي نحن ليس نطالب فقط السلطة الوطنية أو الجهات الرسمية فقط، لا، هي مسؤولية كاملة. بداية هي مسؤولية تقع على المستثمرين الفلسطينيين والعرب الذين يستثمرون فقط في الدول العربية، يجب أن يكون هناك مشاريع حتى لو كانت هذه المشاريع تقام في مناطق ألف ويتم توفير مواصلات لهؤلاء العمال من مناطق سي أو من شفا الأغوار إلى مناطق ألف من أجل استيعاب هذا العدد الكبير ومنعهم من العمل، أو أكيد رايحين يمتنعوا عن العمل تلقائيا في المستوطنات. وكمان المؤسسات الدولية والذي هي للأسف يعني يجب أن تكون مشاريع ليست فقط ذات استدامة، وإنما كمان مشاريع تستهدف من أجل المقاومة الشعبية، من أجل حماية المواطنين الفلسطينيين في توفير اقتصاد، أو الاقتصاد إذا كان اقتصاد مادي أو اقتصاد غذائي. نعم، المشغل الفلسطيني، معظم من يشغلون هؤلاء العمال في المستوطنات هم مشغلون فلسطينيون، يعني حسب ما تشير معظم التقارير هم مشغلون فلسطينيون. هؤلاء المشغلون ألا يجب محاسبتهم ومعاقبتهم على يعني تعاملهم بهذه الطريقة مع هؤلاء العمال؟ أكيد هذا واحد من أهم المواضيع التي يجب التعاون عليه من خلال نقابات العمل، وكمان أجهزة السلطة يجب أن تحمي وتعاقب هؤلاء المشغلين، لأنهم هم أولا يحملون أو يتحملون المسؤولية عن الاحتلال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال إخلاء المسؤولية عن المستوطن المستعمر أرضنا ومياهنا وتشغيل العمال الفلسطينيين. فأكيد يجب أن يحاسبوا، يجب أن يكون هناك كمان محاكم عمالية خاصة للعمال ليس فقط الذين يعملون في المستوطنات من أجل تسريع القضايا العمالية. يعني أولا يعني حتى لا يظلم أحدا في هذا الجانب، أولا وزارة العمل الفلسطينية لها وعندها من القوانين والأنظمة ما تكفي في المناطق التي تستطيع تطبيق النظام والقانون فيها لحماية العامل الفلسطيني، ووزارة العمل الفلسطينية تقوم بإصدار التأمينات الصحية للعمال، هناك أكثر من 250 ألف تأمين صحي تصدرها وزارة العمل الفلسطينية ووزارة الشؤون الاجتماعية. المشكلة العمالة في المستوطنات هي مشكلة قناعات وطنية فلسطينية، العديد من العمال العاملين في المستوطنات يرفضوا ترك المستوطنات والعمل في المنشآت الزراعية أو حتى الاقتصادية الفلسطينية، على الرغم من أن بعض المشغلين، وأنا أعرف تماما ما أتحدث عنه بالأرقام وبالوقائع، يرفضون ترك العمل في المستوطنات على الرغم من أن بعض المشغلين المستثمرين وخاصة في شمال الأغوار يدفع 100 شيكل يوميا للعامل مقابل العمل معه ويترك العمل في المستوطنات، هم لا يرغبوا بذلك. والشيء الآخر، العديد منهم يمتلكون مساحات من الزراعة، من الأراضي الزراعية، ويزرعون،
يعمل من الصباح حتى الساعة 11 لدى المستوطن، وبعد الساعة 11 يذهب لمساعدة والده ووالدته في أرضه. لماذا لا نركز جهدنا في أرضنا وفي إنتاجنا؟ هناك إشكالية أخلاقية أيضا يتحمل مسؤوليتها العديد من العمال. تحدث عن مشاكل المرأة والأطفال وعمليات الإسقاط، نعم هناك بعض القضايا المسجلة، لقد استدعينا العديد من السماسرة للأجهزة الأمنية وأخذ تعهدات. من الذي كان يأتي ويراجع بالنيابة عن هؤلاء السماسرة لكفالتهم أو لعدم مساءلتهم، أولياء أمور هؤلاء الأطفال أو بعض أزواج النساء؟ وبالتأكيد يعني هناك الظروف مشكلة، دفعتهم لذلك الظروف قاهرة، الظروف قاهرة، ولكن هناك بدائل. من يريد أن يتحدى، من يريد أن يقاوم، من يريد، إذا كان هذا الإسرائيلي يدفع 100 شيكل وحصلت على عمل ب80 شيكل في أرض العربية، أشتغل ب80 شيكل. إذا كنا نتحدث عن هذا الشعار المطاط، المقاومة الشعبية والصمود والتصدي، بضحي ب20 شيكل وبشتغل ب80 شيكل عند المشغل العربي، ولكن هناك مشغلين عربي يدفعوا أكثر. في أريحة مزارع النخيل اضطروا لإحضار عمال من منطقة الخليل وتدريبهم على زراعة وصيانة ورعاية أشجار النخيل، لأنه أبناء المنطقة لا يريدوا أن يعملوا. أنا أتحدث بوقائع. هناك أيضا مشروع واعد في الأغوار، المنطقة الصناعية الزراعية الممولة يابانيا وقد شارفت المرحلة الأولى على الانتهاء. عند الانتهاء من مراحلها الثلاث ستشغل أكثر من 5000 يد عاملة. ومن أين؟ من الفلسطينيين، وهي مخصصة للإنتاج الفلسطيني وللعامل الفلسطيني. وبالتالي يجب أيضا على معاهد التدريب، على كليات الزراعة الجامعية منها أو المتوسطة، أن تنتج هؤلاء العمال المهرة أو الفنيين للإسهام حتى نجد السوق البديل وحتى نجد المكان البديل. نعم. أطفت المحافظ أعذرني على المقاطعة. الآن سيد رشيد، إذا ما تحدثنا بجملة أخيرة، يعني يمكن القول بأن الاحتلال الإسرائيلي هو أساس كل الإشكاليات الموجودة في الأغوار، وهذا واضح ونقطة جوهرية ومركزية، ولكن بكلمات أخيرة، كيف يمكن الحد من معاناة المواطنين في الأغوار؟ ما هو المطلوب سواء من السلطة الوطنية الفلسطينية أو من الدول العربية والمجتمع الدولي؟ كان هناك توصيات عديدة على مستوى الأغوار، بداية أن يكون هناك وزارة خاصة للأغوار وتوحيد الأغوار وليس تقسيمها لعدة محافظات، وكمان تكامل دور كل المؤسسات والجهات الرسمية والغير الرسمية من أجل وضع رؤية كاملة استراتيجية بعيدة المدى من أجل إعادة، وليس فقط تثبيت الموجودين، بل إعادة الناس كمان الفلسطينيين الذين رحلوا إلى محافظات أخرى، وخلق أمر واقع جديد تعليمي وتربوي أو ثقافي له علاقة بربط الفلسطينيين بأرضهم وصمودهم، وكمان نعم. تحسين الوضع الاقتصادي. نعم، عطوفة المحافظ، هل يمكن تطبيق ذلك على أرض الواقع؟ يعني أولا أنا أتفق أن من غادر الأغوار عليه أن يعود إلى الأغوار، لأنه ما بجوز أنا أهلي يعلموني وفس لما يصير عندي شهادة أروح أبحث عن وظيفة في رام الله أو في نابلس أو في القدس وأترك الأغوار دون أن أقدم خدماتي التي تعلمت من أجلها. وأيضا أنا كمان رسالتي لأبناء الأغوار من يذهبون إلى الجامعات أن يتعلموا التخصصات التي تفيد المنطقة. على سبيل المثال أنا أخذت 10 منح دراسية من الدكتور رامي الحمد الله عندما كان رئيسا للجامعة، 5 زراعة و5 سياحة وأثار. لم أجد طالبا واحدا يذهب لدراسة لا الزراعة ولا الأثار، عيب أحكي الحكي هذا عن أبناء محافظتي، ولكن لم أجد طالبا واحدا يذهب لهذه المنح العشرة. فيما يتعلق بالتقسيمات الإدارية، أنا أتفق أن الأغوار يجب أن تكون إقليما تنمويا واحدا حتى نستطيع أن ننهض بالأغوار. بعيدا عن الشكليات في التقسيمات الإدارية، يجب أن نعترف بالأغوار من شمالها إلى جنوبها كإقليم تنموي واحد، حتى نستطيع أن نضع خطة تنمية متكاملة، خاصة في ظل تداخل العادات الاجتماعية والسلوكية والجغرافية والمناخية لهذه المنطقة كإقليم، أن يكون إقليما تنمويا واحدا، ثم نستطيع التحدث عن تنمية مستدامة وخطة تنمية مستدامة، مع العلم أن الحكومة الفلسطينية تقوم الآن بإعادة دراسة الشكل الإداري القائم في فلسطين. ربما هذه المحافظات الـ11
ترجع تصغر نعم. او ربما نرجع نقسم حالنا وكل دوله يكون لها علم بدال 11 نصير 20 نعم. هذا تحدث به يعني رئيس الوزراء مؤخرا. اشكرك جزيل الشكر عطوفه محافظ ريحة والاغوار ماجد الفتياني وايضا السيد رشيد صوافطه منسق حمله انقذوا الاغوار، اشكركم جزيل الشكر على هذه المعلومات الوافية. ومشاهدينا في نهاية هذا اللقاء لم يتبقى إلا أن نشكركم على حسن المتابعة، في أمان الله.